من عرف الله أحب الله واستهدى واستغنى بهداه، من عرف الله أحب الله واستهدى واستغنى بهداه، والبشر سرى في مهجته والنور أضاء له دنيا، والنور أضاء له دنيا. من عرف الله أحب الله واستهدى واستغنى بهداه، من عرف الله أحب الله واستهدى واستغنى بهداه. يا بارئ الكون في عز وتمكين، وكل شيء جرى بالكاف والنون، يا من أحس به في كل كائنات وقد تعاليت عن ظن وتخمين، في هدأة الليل يا رب أراك، وفي ضوء النهار وأنداء الرياحين، وفي الصحارى وفي الأطيار تسمعني لحن الخلود، وفي الأنهار تشجيني، وفي وجودي وفي حسي وعاطفتي وفي فؤادي وفي روحي وتكويني، ربي هو الله سواني بقدرته، إن ضل أمري لباب الرشد يهديني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أحبتي في حلقة جديدة من برنامجنا واسجد واقترب. اليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن سجدة سورة فصلت، وهي طبعا بالترتيب السجدات بالنسبة لترتيب المصحف بيكون ترتيب السجدة 12 في ترتيب المصحف. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إذن هذه هي آية السجدة في سورة فصلت. تحدثنا الحلقة السابقة عن سورة فصلت يعني بشيء ما استطعنا حسب الوقت، ولكن اليوم نتحدث عن هذه الآية. ومن آياته، من آيات الله تعالى، شو يعني الآية؟ الآية هي المعجزة، هي العبرة، هي الحجة. فآيات الله تعالى في الكون كثيرة جدا، والله يذكرنا بآياته. فالليل والنهار من آيات الله تعالى، خلق الليل وخلق النهار. بالطبع الناس ما كانت تعرف بأنه هل يا ترى الليل أول أم النهار أول، ماذا خلق الله تعالى، الليل أولا أم النهار؟ في المفسرون طبعا احتاروا في ذلك، بعضهم قال الليل وبعضهم قال النهار، ولكن الآية في القرآن: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. من هذه الآية شو بنفهم؟ الليل أول ولا النهار؟ الليل أول. الليل هو الأصل، معناته الليل موجود والنهار سلخ منه سلخ، هيك الآية تقول، واضح؟ طبعا احتار المفسرون بتفسير هذا الكلام، كيف يعني الليل موجود والنهار انسلخ من الليل؟ فالآن بالعلم الحديث لما خرجوا بالمراكب الفضائية تفاجأوا جدا، مجرد خرجوا من المجال الغلاف الجوي وأصبحوا في السماء، وإذا السماء ظلام دامس، فصرخوا رواد الفضاء أنه إحنا عمي بصرنا. وهذا مصداق الآية الكريمة: وإذا فتحنا عليهم بابا في السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
فشعروا بظلام، وين الشمس وين النجوم، ما في شيء، سما سوداء. فقط وجدوا شمسنا كتلة زرقاء فقط، فيها أشعة بسيطة يعني، مو مثل ما إحنا منشوفها على الأرض. فسبحان الله، قعدوا بقى يفسروا ويحللوا، وإذ الكون أصله ظلام، كل هذه النجوم لا يمكن أن نراها لأن هي أشعة غير مرئية أصلاً، أشعة الشمس أشعة غير مرئية، بس كيف إحنا منشوفها؟ بهذا الغلاف الجوي اللي الله وضعه للأرض. والغلاف الجوي الحقيقة يعني قدروا أنه سمك الغلاف الجوي بالنسبة للظلمات السماوات، بالنسبة لبعد الأرض عن الشمس اللي هي 150 مليون كيلومتر، والغلاف طبقة الغلاف الجوي بالنسبة إلها كأنها طبقة الجلد بالنسبة للحيوان اللي يسلخ منه. لذلك جاء الآن المعنى دقيق جدا سبحان الله. بيقول علماء التفسير أن التفسير الآيات تتطور وممكن تتقبل حسب العصور، إذا كانت وأثبتت أن هذه هي أكيد أصبحت بديهية، يعني ما هي نظرية. مو نحن ما منحب كل ما سمعنا بنظرية نيجي نحن نفسر القرآن على أساسها، لا، لكن لما بتصبح حقيقة علمية أكيد فوقتها منقول أنه سبحان الله فعلا الله ذكرها في القرآن. علماء الأمة الإسلامية نظروا في الأرض وبحثوا في السماء، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، عنا الإدريسي وعنا المسعودي. كتاب المسعودي نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ألف كتاب يؤكد فيه على أن الأرض كروية، وهذا شيء إمتى؟ بالقرن الثالث الهجري، يعني قبل 1100 سنة. حتى كتابه يعتبر مرجع للكتب الأوروبية الحديثة، حتى اكتشاف أمريكا، حتى أنه رسم خرائط تؤكد على الشط الغربي لإفريقيا، حتى علماء المسلمين أيضا الإدريسي وضع خريطة تعتبر من أدق الخرائط واعتمدوا عليها. كولومبوس اللي فتح أمريكا واكتشف أمريكا اعتمد على خرائط المسلمين في الأندلس، حتى أنه وضعوا مراصد في دمشق على جبل قاسيون وفي بغداد في الشماسية، مراصد فلكية ينظروا ويقيسوا الأرض ويقيسوا بعدها عن الشمس وعن القمر، وكانت حساباتهم دقيقة جدا بالنسبة للزمن وبالنسبة للأدوات اللي بين إيديهم. حتى الآن مستشرقة اسمها زيغريد هونكا ألفت كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، أو شمس الإسلام تسطع على الغرب، فتحدثت بأنه أول من وضع المراصد وأول من رسم الخرائط. وأنتم بتعرفوا أنه الحضارة الغربية قامت، طبعاً الحضارة هي دائماً نتاج حضارات كثيرة، يعني ما بصير نقول والله الحضارة الصينية هي اللي أثرت أكثر شيء، أو الحضارة الفارسية أو الحضارة الهندية والرومانية، كل الحضارات تتفاعل مع بعضها وتأتي كل حضارة تضيف شيئاً إلى الحضارة التي قبلها. والمسلمون أضافوا أشياء كثيرة، ومنها استفادت الحضارة الأوروبية كتب المسلمين ابن سينا وأحياء علوم الدين للإمام الغزالي، كانت تدرس في جامعات أوروبا إلى مدى طويل. المهم وقتها الآن نشرح في هذا الموضوع، لكن يكفي أن نقول بأنه فعلا نحن منشعر بالحرج أنه والله اكتشفوا الغلاف الجوي، إحنا جينا لقينا بتشبه الآية اللي عنا، منشعر بالحرج فعلا، وعيب علينا، المفروض نحن اللي نكتشف. إن شاء الله منعود إلهي وتعود أمتنا بهمتكم بهمة الشباب من جديد والبحث والعلم. إذن نعود إلى الآية بين أيدينا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. إذن الليل والنهار، بالطبع لولا الليل ولولا النهار ما استقامت الحياة على الأرض، فما في إنسان بيقدر يعيش 24 ساعة ليل متواصل، ولا في إنسان بيعيش 24 ساعة نهار متواصل. لذلك امتن الله تعالى علينا بالليل وبالنهار. ومن آياته الليل والنهار لا تسجدوا لليل ولا للنهار واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس آية من آيات الله تعالى. كيف آية؟ لما القرآن بيحدثنا مثلا عن جهنم، وجيء يومئذ بجهنم، تتصوري أنه جهنم شيء جسم مربط بالسلاسل وجاءوا به، الله أعلم كيف المجيء، لكن واضح من كلمة جيء معناها أن جهنم جرم يتحرك. لما ننظر الآن إلى الشمس فعلا هي جهنم فعلا، لما منشوف أنه أول شيء حجم جهنم، ناس بتقول أي قديش ده تسع جهنم من البشر، إحنا هلأ مثلا هلأ مليار إنسان،
اللي ممكن بدنا نروحوا على جهنم، الله يلطف فينا جميعا إلهي، وما يكون مصيرنا إلا إلى أعلى الجنان. فإذا لما منشوف الشمس ومنشوف النجوم اللي أكبر من الشمس واللي أكبر واللي أكبر، منصدق بأنه فعلا الشمس آية من آيات الله تعالى، وهذا ليه؟ لمصلحتنا. يعني الله خلق الشمس لإلنا، وعم يحدثنا الله تعالى أنه الشمس تسجد لله وخاضعة لأمر الله ولا تخالف أمر الله. فأنت أيها الإنسان اخضع لأمر الله ولا تخالف أمر الله تعالى. فإذا الشمس هذه الآية من آيات الله تعالى، طبعا هي الله جعلها سبب للحياة على الأرض، فالشمس هي اللي بتمد الحياة الأرض بالطاقة، هي مفاعل نووي ضخم جدا يحول الهيدروجين إلى هيليوم ويرسله إلى الأرض كطاقة، ونحن على الأرض عم نستفيد من هذه الشمس. سبحان الله، الأرض الله وزعها وهي مايلة على محورها من أجل أنه يكون الشمس وزع، طبعا لما بتدور الأرض حول الشمس وبتدور حول محورها فالشمس تتوزع على الكرة الأرضية، لكن إحنا مناطقنا مناطق معتدلة، فالشمس بالنسبة إلنا نستفيد منها أكثر من المناطق الشمالية أو المناطق الجنوبية. بكل الأحوال ربك عنده تنوعات واختلافات، وفي كل له حكمة وفي كل له نظرة، والإنسان بده يستكشف من هذه الأشياء جميعا. فلما الله عز وجل بحدثنا عن آياته، عن الشمس وعن القمر، أنت أيها الإنسان انظر إلى الكون، ولكن لا تكن تابعا لهذا الكون، انظر إلى المكون، انظر إلى خالق هذا الكون. الفكرة أنه أنت أيها الإنسان كن مع المكون لا تكن مع الأكوان. ليه الله عم يستعرض لنا هذه الآيات؟ من أجل أن نتعلق بالله تعالى. يقال أن رجل سمع صوت في سحابة يقول للسحابة اسقي أرض فلان، فنظر إلى السحابة وراقبها فوجد أن السحابة مشت حتى وصلت فوق حديقة، فسقط أفرغت ماء في تلك الحديقة. فجاء الرجل وسأل صاحب الأرض، بالله عليك ما اسمك؟ قال لي ما؟ ليه بتسألني؟ قال سمعت السحاب صوت في السحاب يقول اسقي حديقة فلان. قال أما إذ سألتني فأنا فلان. طيب ليه؟ ماذا تفعل حتى أعطاك الله تعالى هذا الفضل؟ طبعا هي من قصص الأنبياء السابقة. فقال أنا أعمل في هذه الأرض وأقسم ناتج هذه الأرض إلى ثلاثة أقسام، فقسم أعيده إلى الأرض ما يصلح به الأرض، وقسم أنفقه على عيالي وأولادي، وقسم أتصدق به في سبيل الله تعالى. فانظروا كيف الله بارك له في هذا الشيء. فالإنسان يتعلم من قصص السابقين ويتعلم من آيات الله تعالى أن الله هو المكون، وأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، يكون تعلق قلبه بالله تعالى. نحن هذا اللي بنطلع منه بهذه الآيات وهذه العبر. لذلك نرى بأن الله هو الفاعل في كل شيء، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو رب الشعرى. فبقول شاعر بحدث عن القلب الصافي الذي لا يرى إلا الله تعالى في الكون. يعني إن شفتي الشمس بتقولي هي الله اللي أرسل لنا إياها، وإن شفتي القمر بتقولي هذا فضل من الله تعالى هذا القمر، وإن شفتي السحاب فهو من عطاء الله تعالى. لذلك فبصير قلب هذا الإنسان المتعلق بالله والذي لا يرى شيء في الكون إلا من فضل الله ومن عطاء الله، كقول الشاعر يقول تشبيه لهذا القلب، إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي، يرى في صفوها الله العظيم. إذن هذه الأكوان من أجل أن تدلنا على الخالق وعلى المكون. بس دكتورة، في معرض حديثنا السابق عن الشمس والإعجازها، هلأ نحن كنا نعرف أنه في أقوام سابقة كانوا يعبدوا الشمس كأنه بالنسبة لهم يعني إله، فشو الكيفية اللي كان يعني يعبدوا فيها وشو الطريقة؟ هلأ بالطبع نحن ما فينا نفهم شو كان تفكيرهم هن، لكن بكل الأحوال ما كان عندهم الوعي الكافي،
ولكن عندهم هالاكتشافات يعرفوا انه اللي احنا الان عم نشوفها هن بالنسبه لهم مصدر الحياه كانت الشمس، مصدر كل شيء. الشمس هي اللي عم تعطيهم الضوء، الشمس هي عم تعطيهم الحراره، الثمار عم تنضج من الشمس، الشمس بتبخر الماء، بتطلع البخار، بينزل المطر. كانوا يخافوا كمان انه يفقدوا هذه الشمس، يظنوا هي الاله وهي الرب. مو بس الشمس، حتى النجوم، مو النجوم، كل شيء كان يشعروا بعظمته فكانوا يعبدوه ويسجدوا له. العباده يعني هو السجود، لذلك قد يكون سجود وقد يكون قرابين، قد يقدموا قربان للشمس. ببالك بيقول الامام الشعراوي كلمه جميله، بان عباده الشمس اصلا عباده كاذبه. ليه؟ لانه العباده هي التزام في منهج او التزام باوامر وطاعات في طقوس معينه في مناسك. حتى يعبد الانسان شيء، نحن بنعبد الله تعالى فمنطيع امر الله تعالى، لانه الله امرنا افعل كذا ولا تفعل كذا. فانا عبادتي لله ان انفذ ما امر الله به. فهدول شو عم ينفذوا؟ الشمس لا امرتهم بشيء ولا طلبت منهم شيء، لاحظي. اذا وهذا طبعا من يعني تطور العقول عبر الزمان، العقول ما كانت ناضجة حتى تتقبل الفكر أو تهتدي. لذلك الإسلام، لذلك الأديان إجت متدرجة. يعني هلأ الشرائع، شريعة مثلا سيدنا موسى أو من قبل نوح وسيدنا عيسى، تحتاج إلى تتمة حتى جاء زمن اكتملت العقل البشري واكتمل الوعي البشري وأصبح قادر على أن يتقبل هذه الشرائع ويستوعب هذه الأوامر. إذن هذه هي آية السجدة في سورة فصلت. الآية اللي بعدها، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالله تعالى يأمرنا بالسجود، ويأمر الناس جميعا بالسجود، ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسجود ومن حوله من الناس. فإن استكبروا هؤلاء ورفضوا السجود لله تعالى، فالله لا يتوقف على سجود هؤلاء. فالله يقول فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون. مين عند ربك؟ يعني الملائكة. يعني أنت أيها الإنسان إذا رفضت السجود فعند الله تعالى من هو أكرم منك وأعظم منك وأقرب إلى الله منك وأكثر طاعة لله منك يسجد ويسبح ولا يستكبر. يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لا يسأمون يعني لا يملون من التسبيح ومن العبادة، بالعكس التسبيح والعبادة أصبحت هي غذاء الروح بالنسبة لهم. نعم، على هذا تنتهي حلقتنا اليوم إخوتي وأخواتي. بإذن الله تعالى نلتقي في حلقة قادمة من برنامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عرف الله رأى الحكمة من خلق الدمعة والبسمة، من عرف الله رأى الحكمة من خلق الدمعة والبسمة، فرمى عن كاهله هما وارتاح لما يقضي مولاه، وارتاح لما يقضي مولاه. من عرف الله أحب الله واستهدى واستغنى بهدى، أحب الله واستهدى واستغنى بهدى، والبشر سرى فيه.